تعالوا مع بعض نشوف عدل المندي بتاعي سلطه الطماطم بالكزبره. مقاديرها على الشاشه. طماطم تكون سليمه يعني جامده شويه، ما تكونش الطماطم الطريه، خلي بالك. ومعانا كمان يا عم الشيف كزبره خضراء وزيت زيتون، حلو الكلام، وعصير ليمون وفلفل حار وتوم، حلو الكلام. والمسن بتاعنا والسكينه بتاعتنا تكون حاميه عشان الطماطم بتاعتنا اللي بنقطعها ما نفقدش السوائل اللي موجوده فيها، ده مهم جدا على فكره. سنيت السكينه يا ست الكل، بتمسحها بمنديل صغير كده علشان احتكاك المعادن ببعضها. تعالوا نعمل الصلصه بتاعت السلطه دي الاول خالص عشان الطماطم اللي نقطعها تعوم في قلب الصلصه. الصلصه عباره عن توم طازه، بصلايه مفرومه ناعمه، أنا من عشاق سنة شبت صغيرة في قلب السلطة، كزبرة خضراء مفرومة بالسكينة، عصير ليمون، ركز معايا بقى عشان السلطة دي مهمة جدا، عصير ليمون، خد الحتة اللي جاية بقى دي ليك أنت بس، معلقة طماطم مضروبة في الخلاط. يا ويلي ليه يا مغازل؟ ده موضوع كبير بقى عشان أشرحه محتاج لحلقتين مع بعض. أهو واحد اتنين، خلوهم تلاتة عشان معلقة صغيرة. ليه طماطم؟ أو كاتشب، لو ما عندكيش طماطم حطي كاتشب، مهم جدا. ليه يا عم الشيف؟ علشان البهريز أو التوابل اللي أنا عاملها دي للطماطم تشربها تقوم القطع الطماطم اللي أنا هقطعها دلوقتي تتغلف بيها. أدي الفلفل الأسود، وأدي الملح بتاعنا، وشوية الكمون الحلوين والبابريكا الحلوة مع زيت الزيتون في طريقنا. اللهم صل على النبي. ده كمون، بابريكا. سلطة الطماطم دي مش هتخليك تروحي عند الراجل بتاع الترش تجيبي ترش خالص، أزعل منك. ليه تجيبي ترش من بره؟ مع احترام لكل الناس بتوع الترش، يعني ممكن نشتري حاجات احنا مش قادرين نعملها في البيت أو تاخد وقت كبير، زي الليمون المعصفر، زي الحاجات كده يعني بتبقى الراجل دي معروف بيها. ولكن يفضل طبعا تعملي الحاجات اللي بفواتح الشهية تعملها في البيت. بابا غنوج، السلطة اللي أنا عاملها دي دلوقتي، ده مهم جدا على فكرة. نقلب كل ده مع بعضه. شفت الصلصة دي؟ أهي كزبرة خضراء، كزبرة خضراء ناعمين أهو، كزبرة خضراء، سنة شبت صغيرة، الحرامي ده بيسرق الطعم، قللي منه. بصلاية ناعمة، تومة ناعمة، عصير ليمون، زيت زيتون. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ هنخليها قدامنا كده وناخد الطماطم الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي. الله، ونقطعها كده. شوف انا بقطع الطماطم اهو 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 اهو، وفي قلب الصلصه تاني اهو، وفي قلب الصلصه تاني اهو. ملاحظه حاجه هنا، اول ما بدانا الحلقه مع بعض بدانا بالمندي، حطيناه في الفرن، كل شويه نبص عليه مأمنين على الفرن بتاعنا. عملنا المهلبية حطيناها في التلاجة، نقوم نخلص الغدا بتاعنا، ربنا يجمعنا على خير على طبلية واحدة، على سفرة واحدة، رب العائلة وصل، نقعد نتغدى مع بعض. حاجة لطيفة وجميلة، هتلاقي كل الغدا جاهز في وقت واحد. شفت الطماطم؟ اللهم صل على النبي. تاني لازم الطماطم تكون سليمة. شفت التقطيعة دي مهمة جدا، اوعى تقطعي الطماطماية على الجلدة او على يعني من ناحيه الملمس بتاعتها. معلش اساتذه المصورين يا حبايبي، انا لو جبت اي سكينه حاميه وعشان اقطع كده هتاخد وقت مني كبير، والطماطم هتتهري وتنزل السوائل بتاعتها. يفضل وانا بقطع الطماطم بالشكل ده كده اهو، الطريقه دي اهي 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 اهي، حلو اهو. دول كفايه، كمان واحده عشان الحبايب. انا عايز اشوف المندي عشان عايز اديله حته فحمه حلوه كده. حلو، السلطه خلصت، نقلبها. الله، ايه الحلاوه دي يا شيف، ايه الجمال ده. شفتوا بقى معلقه الطماطم اللي انا حطيتها المهروسه او معلقه الكاتشب هتعمل ايه هنا؟ بتدي قوام للصلصه. يقوم لما تدي قوام للصلصه يا ساده ايه اللي بيحصل؟ بتمسك في الشكل الخارجي لقطعه الطماطم، بتغلفها، بتبقى التوبنج بتاعها. حلو اهو، ما لقيتيش طماطم مضروبه في الخلاط وكسلتي، معلقه كاتشب. ناخد السلطة دي، بس للأمانة يعني لو جينا للحقيقة والمصداقية
وده شعارنا على شاشة القناة الأولى التلفزيون المصري. للأمانة السلطة دي تقعد في التلاجة ساعتين عشان تستطعميها حلو، يعني ما تعملهاش وتحطها على السفرة، لازم تحطيها في التلاجة مش أقل من ساعتين، ولو بيتت في التلاجة هتبقى أحلى وأحلى، خلي بالك. نجيب طبق التقديم بتاعنا، الله هو ده. ايه رأيك كده؟ ها؟ عينيا، انت اللي علمتني، انت الأستاذ. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ خلصت السلطة يا عم الشيف. ممكن يعني دي فاتتني للأمانة بصراحة، أنا بص أنا تلقائي وبتكلم واللي في قلبي على لساني، فاتتني حاجة مهمة جدا. لا يا فندم، فيها كل حاجة، فاتته، أنت مش مركز معايا خالص. والله طب والله العظيم اللي هيقول هاكله من المندي وهديله كاسة مهلبية. يلا أنا بعمل كنترول اللي متابع معايا. الله محمد النعناع، شفت الكلام الجامد ده بقى؟ الراجل ده شيف، يعني لو اعتزل التصوير الصبح يشتغل شيف. أبو مالك حبيبي، أبو مالك قال لك النعناع، ليه النعناع؟ عشان ريحة التوم مش عايزينها ببقنا، بنات لطيفة وكل حاجة، ممكن نحط نعناع أخضر متقطع ناعم أو بشرة توم اليابس اللي هو الناشف الجميل الحلو. السلطة كده جاهزة،